بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلوا على النبي. بالحلقات القادمة هنتكلم على وحدات الإنارة، شو معنى اللكس، شو معنى اللومن، شو معنى الكانديلا، شلون نحن نفهمهم بمثال واقعي كتوزيع إنارة، فشلون نفهم اللومن وشو فرقه عن اللكس اللي هو كمية الإنارة، شو هي القوانين اللي ممكن استخدمها، شلون ممكن أعرف الكانديلا شو معناها، وحتى الكون دياجرام اللي سبق شرحناه وشلون نعرف طريقة توزيع الشبكة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم حلقتنا مثل ما وعدناكم عن كميات الإنارة، شو معنى كانديلا، شو معنى لومن، شو معنى لكس، شلون نستخدم هدول الوحدات بتصميم الإنارة. كمية الإنارة اللي بنحسبها للغرف أو للفراغات هي تقاس باللكس، ما تقاس أو تحسب، فينا نحسبها أو نقيسها بعد ما نركب الإنارة، هي اسمها لكس، وفي جهاز خاص اسمه لكس ميتر بقيسها. اللومن هاي كمية الإنارة الصادرة من الكشاف أو المنبع الضوئي. اللكس باختصار هو لومن على متر مربع، بس في له تفصيل حنذكره بالمثال التالي. الكانديلا هي شدة الإضاءة بزاوية محددة، طبعا مثل ما قلنا المثال التالي حنشرح الفروقات حتى نعرف استخدامهم بطريقة أفضل. مثلا عندي هاي الغرفة فيها إنارة مخفية، نوعين من سبوت لايت تريا، فلور لامب وتيبل لامب. فلور لامب هي وتيبل لامب اللي بالأباجورة، كل واحدة لها كمية لومن مختلفة. في سبوت لايت تبع 15 درجة 850 لومن، تبع 5 درجات 350 لومن، ستريب لايت بكل متر في 1000 لومن. بعدين في عندي الفلور لامب، التيبل لامب والتريا، هدول كلهم لومن. أنا لو بدي أحسب اللكس باختصار بدي أقسم هدول على المساحة، بس في إنارة في عامل لازم أضربه باللومن لأنه الإنارة أحيانا بتضيع. فهي اللومن خلينا نشوف مع بعض اللكس. لو حطيت هدول الكشافات باللومن المختلف ببرنامج إنارة حنشوف انه حسبتي اللكس، حسبتي اللكس كافرج وحسبتيها حتى بكل نقطة، وعطاني طبعا اللي ما يسمى بالفوس كذر اللي هو عبارة عن أرقام، فمنشوف كل لون بعبارة عن رقم. مثلا اللون الأصفر هذا مثلا محدود ل 400 لكس، اللون الأحمر هذا 1177، ومنشوف توزيع الإنارة بالألوان أو بالقيم ومع الأفريج اللي هو المعدل. المعدل خلينا نقول بحدود 250 لكس. شلون أنا فيني أحسبه بقانون يدوي؟ باختصار هو اللومن على المساحة، بس ما فيني اتجاهل عامل التصحيح. عامل التصحيح للسبوت لايت ممكن يكون 80% للإنارة مخفية لأنه جزء منها بضيع وما بتكون مباشرة، فممكن تكون 40% للأباجورات والتيبل لاب والتريات، كمان ممكن ناخده بشكل تقريبي 40%، صعب ناخده بشكل دقيق. طبعا فيني اضرب الكمية مع اللومن مع عامل التصحيح بيطلع عندي مجموع اللومن بكل الغرفة. مجموع اللومن بقسمه على مساحة الغرفة بيعطيني الأفريج تبع اللكس، تمام؟ فهذا قانون تقريبي بسيط لحساب اللكس. طبعا برامج الكمبيوتر أدق بحسابات اللكس. بهذا المثال سبوت لايت الأخضر 850 لومن وزاويته 15، بينما البرتقالي كمية اللومن تبعه أقل من النص وزاويته صغيرة أقل من الثلث 5 درجات. طبعا هذا الشيء حنشوف أنه مين بيعطيني إنارة على العنصر أكتر، اللي زاويته 5 درجات ولومن أقل، ولا اللي اللومن تبعه أعلى. طبعاً اللي ما بيعرف الكانديلا ممكن يقول 850 لومن حتعطيني لكس أعلى. خلينا نشوف التفاصيل. مشان هيك ننتقل لشيء اسمه الكانديلا اللي هي شدة الإضاءة بزاوية محددة. ال 350 لومن بيعطيني 19600 كانديلا، بينما ال 850 لومن اللي زاويته 15 بيعطيني أقل من نص الكانديلا 8500. لذلك الزاوية الصغيرة على الطاولة بيعطيني 3800 لكس، بينما الزاوية طبعا هي صغيرة جدا 5 درجات، بينما ال 15 درجة بيعطيني 1600 لكس. فلذلك الكانديلا مهمة لأنه بتعطيني كم شدة الإنارة،
بالزاوية. هي طبعا لها علاقة باختلاف الزوايا، كل ما اختلفت الزاوية بيختلف زاوية تركيز الإنارة. فحتى لو اللومن أقل بس الكانديلا أعلى واللكس أعلى. طبعا بالمجمل الإنارة أعلى تبع اللومن الأعلى بس انتشرت، أما هي تركزت. اللومن الأعلى تبع سبوت لايت اللي ب 15 درجة هذا بيعطيني لكس أعلى بالغرفة، بس الكانديلا الأعلى تبع سبوت لايت الخمس درجات وإن كان اللومن أقل بيعطيني لكس أعلى على العنصر. لذلك الكانديلا ضرورية بالإنارة مركزة، الكانديلا أهم من اللومن لأنه بتعطيني هي كم كمية الإنارة اللي حتكون على العنصر. فمنشوف قانون بيربط لي بين اللكس والكانديلا اللي هو الكانديلا على المسافة مربع. فإذا أنا عندي 19600 بدي أقسمهم على مربع المسافة، خلينا نقول 3 أمتار ارتفاع السقف، فبيطلع عندي 19600 تقسيم 9 بيطلع تقريبا 2180 لكس. طبعا على الطاولة 3800 لأنه الطاولة أعلى أو يعني لها ارتفاع، وبالتالي لازم ناخذ هذا بعين الاعتبار، ممكن تكون المسافة مترين وعشرين أو حسب ارتفاع الطاولة. فالكانديلا مهم جدا نعرفها ونعرف الفرق بينها وبين اللومن وطريقة استخدامها. البولر كيرف بيعطيني توزيع الإنارة بنظرة سريعة، فكل هي الزاوية 0 15 30 45 60 75 80 إلى آخره. فأنا بنظرة سريعة فيني اتوقع توقع انه هي ولا زاوية كثير صغيرة، هي اوكي ممكن تكون بين زاوية صغيرة بين 15 وال 20. مو بضرورة اعرف يعني بدقة كم الزاوية، احيانا بيذكروا الزاوية بالاسفل، بس كمان بيعطيني كم الكانديلا لانه هي بتعطيني قيم الكانديلا كمان عند الزاوية المحددة، عند هي الزاوية كم الكانديلا. فهذا هو البولر كيرف. لكن الكون دياجرام هو بيساعدني أكثر، بيعطيني قطر بقعة الضوء، طبعا شرحناه سابقا، قطر بقعة الضوء عن ارتفاعات مختلفة، كمية اللكس بالمنتصف أو على الأطراف للسبوت لايت. فمنشوف أنه كمية اللكس تبع ال 15 درجة 952 أو خلينا نقول 950 لكس، وقطر بقعة الضوء 81 سنتي أقل من متر أو قريب المتر، بينما هي القطر جدا صغير واللكس أعلى. مشان ما تغشني الزاوية وتوقع أنه اللكس على العنصر أعلى باللومن الأعلى، لا، الزاوية الصغيرة بالغالب تعطيني تركيز إنارة، دائما طبعا تعطيني تركيز إنارة عالي، واحتمال كبير يكون كمية اللكس أعلى حسب الكانديلا الموجودة. فلذلك مثل ما قلنا على الطاولة 3800 لكس على الصورة 1600 لكس، الانتشار بقعة الضوء أكبر، فبالتالي الإنارة بالمجمل أعلى لكن بالخصوصية أقل، يعني بالعنصر هذا الإنارة أعلى بالزاوية الأصغر. وهذا القانون إذا طبعاً طبقنا قانون اللومن واللكس اللي هو عبارة لنوع واحد من الكشافات اللي هو سبوت لايت، فتذكروا العامل اللي هو 0.8 بدلنا القانون لصار 1.2. طبعاً هاي القوانين التقريبية معنا دقيقة مو مثل حسابات الكمبيوتر. ففيني أحسب كمية الإنارة اللازمي بطريقة توزيع الشبكي بهذا القانون. طريقة التوزيع الشبكي للإنارة هي طريقة بسيطة وسريعة وتعطيني إنارة كافية بأقل عدد ممكن، مو مثالية ولا هي الأفضل، لكن طريقة حسبتها سريعة وبتعطيني إنارة كافية للمكان بدون ما بالغ بالعدد. شنو طريقتها؟ طريقتها باختصار نخلي التباعد بين الكشافات حسب ارتفاع السقف بطرح منه سطح العمل اللي هو عادة ارتفاع الطاولات 80 سنتي. فلو فرضنا ارتفاع 3 متر تقريبا هي بتكون مترين، فلما تكون هي مترين بين الكشافات بين الاثنين داون لايت بيكون البعد على الجدران نص المسافة، يعني إذا هي مترين هي متر. طبعا مو بالضرورة أتقيد بس بالمترين، ممكن أخليها 1.80 لأنه مساحة الغرفة هي بتحكمني، فأنا بدي أقسم الغرفة على حسب الأطوال، فممكن تكون 1.80 1.90، خلينا نقول تقريبا مترين، حتى ممكن تكون 90 مو بالضرورة متر. فبيكون المسافات هي ضعف المسافة هي، وبوزع الإنارة
بحيث انه يطلع معي العدد. الان طلع عندي عدد 6 اجهزه، شلون بدي اعرف اللومن تبعهم حتى احصل على اناره كافيه بالتوزيع الشبكي للاناره؟ بروح على قانون، هذا القانون اللي هو مساحه الغرفه ضرب كميه الاناره مطلوبه، خلينا نقول 200 اللي هو يعتبر رقم مناسب يعطيني اناره كافيه بالفراغ، ضرب 1.2 على عدد الكشافات، فبيطلع عندي اللومن مناسب لكل داون لايت بهذا الفراغ او لكل سبوت لايت، بحيث بتنتشر الاناره بطريقه كافيه وتعطيني اناره كافيه. طبعا مساحه الغرفه ضرب كميه اللكس ضرب 1.2 على عدد الكشافات اللي طلع معي بطريقه توزيع الشبكه، بيطلع معي اللومن المناسب. مو بالضروره يتقيد باللومن، ممكن يكون اقل شوي او اكثر شوي. طريقة تصميم الإنارة أفضل بكتير من التوزيع الشبكي للإنارة، مع أنه توزيع الشبكي إنارة بسيط بس ما بيعطيني أي جمالية بالفراغ. طبعا هي صور تقريبية بالواقع أو أكبر بكتير للفراغ. لاحظوا أنه مثلا التوزيع الشبكي أعطاني مكان متساوي للإنارة، وأصلا إذا ما في إنارة مخفية حيحس بظلام لأنه القسم العلوي من الجدران ما فيها، ما عليها إنارة. فبدون إنارة مخفية توزيع الشبكي له مشاكل، حتى أنه الإنارة إذا اخترت نوعها مريح تعطيني إحساس أنه ظلام. فالتصميم الإنارة حسب الطبقات الثلاثة، بحيث أنه يكون عندي إنارة مخفية وإنارة مركزة وإنارة عامة، بيكون أفضل بكثير، مع أنه العدد نفس الشيء، استخدم 6 سبوت لايت و6 سبوت لايت، بس مع إنارة مخفية ممكن يكون ثريا، مو شرط يكون تيبل لامب، وهذا كافي سبوت لايت وثريا وإنارة مخفية، وحتى بدون ثريا ممكن تكون مناسبة، بس الفرق كبير بين تصميم الإنارة وتوزيع الشبكي.